بيبدأ الفيلم في سنة 1992 بجنود بيحاربوا، وبيظهر على الجبهة التانية طفل في جندي ستاركس. بيقول لزميله الحق ده طفل ما ينفعش نقتله، ويرد زميله ويقول له مش مشكلتنا. بيقرب الجندي من الطفل وبيتكلم معاه بطريقة ودودة وبيقول له ازيك، فرد فعل الطفل انه خرج سلاح وضرب ستاركس. بيجي المشهد اللي بعده في المشرحة والممرضين بيجهزوا جثة الجندي عشان تدخل التلاجة، وفجأة بتلاحظ الممرضة ان الجندي عايش وفورا بينقلوه على الطوارئ. بيفوق الجندي وهو عنده فقدان في الذاكرة. وهنا بننتقل على المشهد التاني في ستاركس. جاك بيمشي في طريق جليدي وبيقابل طفلة اسمها جاكي وامها اسمها جين. العربية بتاعتهم عطلانة على الطريق والام كانت في حالة سيئة. طمنها ستاركس وقال لها انه هيصلح لها العربية. الطفلة بدأت تتكلم معاه وسألته عن كارت محطوط على الشنطة بتاعته. قال لها ان الكارت ده مكتوب عليه اسمه وبياناته عشان في حالة لو فقد الذاكرة. استأذنته البنت لو ممكن تاخد الكارت ده ووافق، وطلب منها تروح تجرب مفتاح العربية. وبالفعل اشتغلت المرة دي. فجأة ام البنت قعدت تزعق للجندي اللي ساعدها وقالت له يبعد عنها، وكان تصرفاتها غريبة قوي. بيكمل ستاركس طريقه في التلج وبتقف ليه عربية توصله. بعدين بيكتشف ان السواق كان رد سجون وبيوقفوه عربية الشرطة. المشهد الجاي بيبقى في محكمة وستاركس بيتحاكم بتهمة انه قتل شرطي ومش فاكر اي حاجة غير الطفلة جاكي وامها جين اللي قابلهم وصلح ليهم العربية. اثناء المحاكمة بيقرر القاضي تحويل ستاركس لمستشفى بيضموا فيها المجرمين المجانين او الغير سويين عقليا. بيترحل ستاركس للمستشفى وبيبدأ ياخد الادوية، وفجأة دخلوا عليه حقنوه بحقنة وبيجي صورته في المشرحة وهو بيتحط في ثلاجة الموتى. وبيكلم الممرضين ان اللي بيحصل ده مش منطقي، وبيجيله الرد من الطبيب ان مش قدامهم غير كده. وبالفعل بيكتفوه وبيدخلوه في ثلاجة الموتى وبيقفلوا عليه غصب عنه. جوه الثلاجة بيدور في عقل ستاركس مشهد من حياته السابقة، وبعدين بيظهر ليه صوت من بره لدكتور بيسأل الممرضين على الكمية اللي حقنوا بيها قبل ما يدخلوا الثلاجة، وبيطلب منهم يخرجوه. بيلاقيه لسه ما فقدش الوعي، فبيطلب الدكتور انهم يخرجوه خالص من الثلاجة. بيرجع ستاركس المستشفى وبيقعد مع باقي العيانين وبياخدوه الدكاترة اللي مكان عشان يختبروه، فبيتهجم عليهم فبيضطروا يحقنوه ويدخلوا التلاجة. وبيطلع دخوله التلاجة ده جزء من تجربة علاج عليه، وجوه التلاجة بيكون ستاركس خايف جدا. وبينتقل المشهد من التلاجة لمحيط بيكون واقف فيه ستاركس، وبيجي بنت بعربيتها بتعرض عليه توصله المكان يبيت فيه لان ليلة عيد ميلاده والجو برد. بيوافق وبيقترح انه يبات عندها. لما بتنام بيقلب ستاركس في حاجاتها وبيلاقي الكارت المعدني اللي كان عليه اسمه واخدته منه الطفلة جاكي وهو بيصلح ليها والامها العربية. وبيكتشف ان البنت اللي عرضت عليه توصله دي هي جاكي الطفلة. موقف غريب جدا. وسألها عن السنة، اكتشف ان هما في سنة 2007. ستاركس اندهش وفكر جاكي بيه، بس هي انهارت وطلبت منه يخرج من بيتها لان ستاركس مات من سنة 1993. بتترجى البنت يخرج وبتعرفه ان امها ماتت وبتصرخ في وشه عشان يخرج. وبيرجع المشهد لستاركس في التلاجة بتاعت الموتى، وبيظهر صوت الدكاترة انهم اخروه جدا جوه التلاجة، وطلبت دكتورة من زمايلها انهم ما يحاولوش ستاركس لفرض تجربة زي ما حصل قبل كده مع مرضى سابقة. طلب منها تسيبه في حاله لانها ليلة ميلاده وتحل عن دماغه شوية. الدكتورة دي بتروح بيتها وبيكون عندها طفل مريض. وبعدين بيرجع الفيلم لصاحبنا ستاركس وبيفوق وبيعرف من الدكتور ان تاريخ اليوم 26 ديسمبر من سنة 1992. الله، جرائية جدعان. بيتشتت ستاركس وبيبقى مش فاهم هو ايه اللي بيحصل له لما بيتحقن بالدواء. ويدخل تلاجة الموتى بيحس الدكتور بيخدعه وبيستغله. بيدور بينه وبين الدكتور حوار وبيقول له الدكتور ان الجهاز بيعمل تراجع في حالته، وبيحكي له عن المرضى السابقين اللي جرب عليهم نفس الدور وافتكر الجريمة اللي عملها على الطفلة. بعد كده بيحاول ستاركس انه يهرب من المستشفى، وبتيجي وراه الدكتوره تساله عن السبب. بيقول لها ان هو مش مجنون وانه ما قتلش الشرطي اللي هو مسجون في المستشفى بسببه، لكنه بس مش افتكر. فبتقول له الدكتوره انه مشوه شويه وبتستفسر منه اذا كان الدواء بتاع الدكتور بيأثر عليه بالسلب عشان توقفه. بيجاوبها الدواء ده بيحسسني اني شخص تاني. وهنا بيقصد انه جوه الثلاجه اخر مره شاف نفسه في سنه 2007 وجاكي قالت له انه مات. بيجي ستاركس بياكل مع زمايله المرضى في المستشفى في سنه 1992. بيقول لها ان لسه 4 ايام بس عن موته. بيتفق مع زمايله انه عاوز يدخل التلاجة من تاني عشان يكون اهدى ويفهم ايه اللي بيحصل لما بيتحقن بالدواء. وبيدخلوا التلاجة وبيخططوا الخطة انهم هيعملوا شغب عشان ستاركس يتعاقب ويدخلوا التلاجة، وده فعلا اللي بيحصل. وبيجي هنا المشهد وستاركس جوه التلاجة. وبعدين بننتقل للمشهد اللي تسبب فيه محاكمته. ودخلوا المستشفى وبيشوف العربية اللي كان فيها واحد اخده من الطريق ووقفته عربية الشرطة، وبيكتشف ان السواق هو اللي قتل الضابط بالمسدس ومسح بصر
بصمته وبيحط المسدس جنب ستاركس بعد ما بيكون اغمى عليه عشان يلبس قضية قتل الشرطي. بيفوق ستاركس جوه التلاجة ويرجع يفتكر المشهد من الماضي في طفولته، وبعدين بينتقل للمستقبل في 2007 وبيقابل جاكي وهي كبيرة وبيسألها عن طريقة موته. بتقوله ان هو في اول يناير هيموت نتيجة جرح في راسه، وهتكتشف جريمة للدكتور اللي كان بيعالجه اللي اسمه بيكر ومساعدة الدكتورة لورانوس، وان الدكتور كان بيستخدم دواء موقوف من السبعينات. وبتقترح عليه انه لو عاوز يعرف معلومات اكتر عن موته يروح الحديقة اللي مات فيها ويسأل حد ممكن يديهم معلومات اكتر، وبتقرر جاكي تساعده وبتاخد ستاركس وبتروح للمستشفى تسأل عن عم ستاركس اللي مات 1993 اللي هو ستاركس اصلا بس عامل حوار على الدكتور، وبيسأله عن الدكتور بيكر ومساعدته، فبيجاوبهم انهم ما يعرفوش حد باسم بيكر بس الدكتورة مساعدته لسه موجودة في المستشفى وممكن تساعدهم. وداهم الدكتور ده للدكتورة مساعدته اللي قالت لستاركس انت شبه عمك خالص، عمه ده اللي هو ستاركس نفسه اصلا بس هو عامل حوار عليها. وبترد الدكتورة المساعدة رد مبهم وبين انها بتكروت في الكلام، وبتقول ان الدكتور بيكر ممكن يبقى عارف اكتر، بيعرف ستاركس وجاكي ان الدكتورة كدابة، وبيروح المشرحة وبيوريها تلاجة الموتى اللي هو بيتحط فيه بعد ما ياخد الدواء وهو في سنة 1992، وبيقول لها انا في التلاجة دي دلوقتي بس في زمن تاني. بيدخل عليهم مريض بيكون ستاركس عارفه لان هو الممرض اللي بيحقنهم الدواء، ويدخلهم التلاجة بس في سنة 1992، وبيتخانق مع ستاركس عشان بيشك ان هو اللي قتله في الماضي. بيروح ستاركس وجاكي لبرة وبيشوفوا قبر ستاركس اللي في سنة 1993، واثناء ده بيكون الدكتورة مساعدته بتشوفهم من الشباك وبيظهر انها مخبية حاجة ما قالتهاش. بيروح معاها البيت وبيقضوا وقت سوا، وبتطلب منه ينتقل من سنة 2007 اللي هو فيها معاها ويرجع للزمن اللي هو فيه دلوقتي في التلاجة وهو سنة 1992، وبيودعها. وبيجي المشهد اللي بعده لستاركس في المستشفى مع الدكتورة مساعدة الدكتور، وبيقول لها ان بينتقل بين الزمن اللي هم فيه بتاع 1992 للزمن التاني 2007 لما بيدخل جوه تلاجة الموتى، وبتستخف بكلامه انه مجرد اوهام فبيصمم انه كلامه حقيقي. وبيجيب لها سيرة الطفلة اللي بتعالجها في الخفاء اللي اسمها بابك. بتتوتر الدكتورة لانه كشف سر محدش يعرفه، وبيقول لها ستاركس ان هي اللي قتلته عن بابك لما زارها في المستقبل. بتسيبه الدكتورة وتمشي وتقوله ده راجل متخلف ولا ايه يا ولاد، وبتروح تتأكد من صاحبتها اذا كانت قالت لحد على الجلسات العلاجية اللي بتعملها للطفلة بابك، وبتأكد عليها ان ما حصلش. فبتستغرب الدكتورة. وبيجي مشهد لستاركس وهما بيدخلوه جوه التلاجة، ما هو استحلاها بقى والموضوع عجبه، وراح للمستقبل وقابل جاكي وقالت له انها وصلت لمعلومات تخص الطفلة بابك بعد ما كبر، وان الدكتورة مساعدة الدكتور عالجته بطريقة شبيهة بجلسات الكهرباء. بيوصلوا سوا لدكتور بيكر اللي كان بيدوره عليه، وبيوجهه انه كان السبب في موته. بيسأله هو مات ازاي، بينفي الدكتور انه يعرفه، بيقوله انه خرج من التلاجة يوم موته في الماضي. بيردد اسماء اشخاص حاول يساعدهم، والاشخاص دول بيظهر مقابرهم جنب قبر ستاركس في سنة 2007 على انه قتلهم. بيقوله ستاركس انه ما يعرفش اسماء الناس دي الا منه حالا، وبيختفي الدكتور. وبعدين بيحس ستاركس بألم رهيب، وبيقول لجاكي ان الدكتور بيكر بيحاول دلوقتي خروجه من التلاجة بتاعت الموت في 1992، وبيطلب منها تقوله على عنوان بيتها وهي صغيرة لما قابلته، وصلح لهم العربية هي وامها. بتحاول جاكي تفوق جاك، بيقول لها ان الدكتور قال له ان دي اخر مره هيدخل تلاجة الموت، وبالتالي دي اخر مره هيقدر ينتقل لزمن 2007 ويشوفها وهي كبيره. بيختفي ستاركس من عربيه جاكي وهي بتوصله، وده معناه انه خرج من تلاجة الموت. بيخرج ستاركس وفورا بيقول للدكتور انه كشف الجرائم اللي بيعملها في المرضى، وذكر ليه اسمائهم اللي لسه قايل عليهم في سنه 2007. بيتوتر الدكتور وبينقل ستاركس للمستشفى، وبيقول للدكتوره مساعدته على طريقه لعلاج بابك. بالفعل بتنفذها الدكتوره بعد التردد، وفعلا بينجح العلاج. بيكون ستاركس طلب ورقة وقلم وبيكتب، وبيطلب من الدكتورة توصله للعنوان اللي قالت له عليه جاكي اخر مرة شافها، وهو عنوانها وهي صغيرة. وبيقول للدكتورة انه لازم يروح للعنوان ده لانه هيموت النهاردة. بتوافق الدكتورة وبتودي لبيت جاكي وهي طفلة في سنة 1993. بتفتح له جاكي الباب وبيسألها عن امها، وبيقابلها وبيديها جواب وبيقولها ان كل حاجة غريبة بس الافضل انها تصدق كل شيء حكاهولها في الجواب. وبتقرأ الجواب وبيعرفها انها هتموت نتيجة شربها للسجاير، هتموت محروقة، وبنتها هتعيش عيشة صعبة وهتكون مفتقدها قوي، هتعيش حياتها شبه حياتها. فبينصحها عشان يقدر يساعدها ويساعد جاكي بنتها اللي هي اصلا هتبقى حبيبته في المستقبل لما كان بيسافر لسنة 2007. بتتأثر الام بالجواب وبتقرر ان حياتها تتغير عشان خاطر بنتها. وفي اللحظة دي بتكون ستاركس والدكتورة مساعدة الدكتور رجعوا للمستشفى، وبيفتكر ستاركس الرصاصة اللي ضربها ليه الطفل في راسه ووقع على الارض، وطلب من الدكتورة
تدخله تلاجة الموتى لان دلوقتي بيموت وعايز يروح لزمن 2007 عشان يقابل جاكي من تاني. وفعلا بتدخله التلاجة، بس المرة دي مش عقاب، لا هو دخلها لانه ميت وبيقابل جاكي في حياة تانية واحتمال جديد، وبتكون مامتها لسه عايشة. وبيكون فيلمنا خلص على كده النهاردة.